مساك أستاذ عماد، وأهلا وسهلا فيك في هو وهن. أهلا بحضرتك والسادة المستمعين. أهلا وسهلا فيك. يعني أستاذ عماد، المؤسسة بتاعتكم لها باع طويل في التعامل مع ملف الغارمات، هل فعلا بيكون في مغالاة، خلينا نقول في تجهيز هدول الستات لما يجهزوا بناتهم؟ خلينا نوضح لحضرتك إن ده يعني المشهور عن الغارمين، لكن الغارم هو مذكور في سورة التوبة في آية 60 من ساعة ما نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مذكور في الآية 60 إن ده مصرف من مصارف الزكاة الثمانية، يعني دي مشكلة من قديم الأزل مش مشكلة حديثة. دي أول نقطة. تاني نقطة، إحنا حاصرين ليه الغارمات في الست اللي بتجوز بناتها؟ طب ما في ستات فعلا بيجوزوا بناتهم وبيسددوا جزء كبير من الديون ويبقى عليهم ديون باية ما بيقدرش يسددها، لكن هل هو ده بس الشكل أو النوع معين من الغارمين؟ لا، في غارمين تانية وسددات تانية. في واحد ممكن ياخد يعمل ابنه محتاج يعمل عملية دلوقتي فمحتاج فلوس فياخد فلوس عشان يقدر ابنه يعمل العملية وبعد كده ما يقدرش يسدد. في ناس بتاخد فلوس عشان تعلم ولادها، في ناس ولادها بيخشوا كليات طب وكليات هندسه وده بيحتاج مصاريف كثيره جدا وهم ما بيبقاش على قد قادرين ان هم يساعدوا. يعني مش شرط يا استاذ عماد ان هي تبقى الغارمات ان هم بيجهزوا اولادهم او كده. لا يا فندم، الغارم شرعا هو كل من عليه دين ولا يستطيع سداده. طيب خليني اتكلم واقول لحضرتك سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي، الحقيقه هو منذ توليه يعني بيهتم بقضيه الغارمات، وكان الحقيقه اطلق مبادره اسمها مصر بلا غارمات، فخلينا نتكلم اكتر برضو عن المبادره دي. بص عليك، سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي مهتم بقضيه الغارمات من ساعه ما كان لسه فريق الجيش، وهو تبرع باكثر من مره لفك كرب الغارمين والغارمات، وهو سياسته هو مهتم بالقضيه لان هي قضيه متشعبه. هي سبب القضيه مشكلتين، الا وهي الجهل والفقر. الجهل، هؤلاء الناس يمضون على اطارات امانه دون معرفه خطورات اطارات الامانه ايه، والاطارات الامانه بتتمدي على بياض، يعني التاجر يرمي في اي مبلغ فجاه الغارم ده ما يحصل له مشكله، كان بيشتغل في شغل والشغل ده قفل فهو ما بقاش ليه مصدر دخل يقدر يسدد منه، حصلت له مشكله بقى قاعد ما بيقدرش يعمل فما بيقدرش يبقى عنده دخل ثابت، فبقت هنا في مشكله ان هو عليه اقساط مش قادر يسددها او هي عليها اقساط مش قادره تسددها. فايه اللي بيحصل؟ الدايق ما عندوش رحمه، هو عنده عاوز فلوس وخلاص، فبيروح عامل اطالات باي مبالغ 100,000 200,000 500,000 زي ما هو عاوز، الاطالات كلها على بياض، وبروح رافع قضية عليها والست دي بتروح واخدة حكم وفجأة تلاقي نفسها جوه السجن. للأسف. طب أستاذ عماد، أنا كنت عايز أسأل حضرتك برضو سؤال، إزاي المؤسسة بتساهم مع الحكومة وجمعيات المجتمع المدني في حل قضية الغارمات والقضية دي عموما بشكل عام؟ إحنا حضرتك إحنا بنساهم مع وزارة التضامن في حل المشكلة دي. في رمضان اللي فات إدينا حقوق الكرب 551 غارم وغارمة بتبرع من وزارة التضامن، يعني وزارة التضامن تبرع لنا بالفلوس لفك كرب هؤلاء الغارمين والغارمات. في تعاون مستمر معانا، ان سياده الرئيس شكل لجنه وطنيه للغارمين والغارمات برئاسه معالي وزيره التضامن، فاللجنه دي بتشوف المشكله اصلها ايه، بتحاول نحل المشكله تشريعيا وقانونيا وماديا. انت عارف حضرتك كل حاجه لازم نوجد حل لهذه المشكله، فبنشوف نتشاور مع مؤسسات المجتمع المدني الاخرى ومع معالي الوزيره ومع وزاره العدل وكذا جهه المشكله في اللجنه الوطنيه للغارمين والغارمات عشان نقدر نحل مشكله لحل هذه المشكله. لكن خلينا نقول ان حل هذه المشكله هي من الناحيه الاقتصاديه اكثر من الناحيه القانونيه. يعني الناحيه القانونيه ايصال الامانه ده حاجه قانونيه على مستوى العالم، ده باسم الدين، لكن من الناحيه الاقتصاديه احنا لازم نوجد عمل لهؤلاء الفئه، لازم نوفر لهم شغل، نوفر لهم دخل يعيشوا منه هو واسرته. لازم نروح للشق بتاع التمكين الاقتصادي اكثر من الشق بتاع الحل القانوني. طب استاذ عماد، صراحه حابه كمان اعرف شو رايك بتصريحات الممثله شيرين اللي حكت انه هي بترفض انه تتبرع على الغارمات. خليني اقول لحضرتك، يعني مع احترامي لسيرتها، احنا بقينا نحصر فئه الغارمين في حته معينه الا وهي الزواج، لا في فئات كثيره. طب هل فعلا في ناس بتتواكل وتقول انا اروح اخد دين ومش هسدده؟
في ناس بتعمل كده، بس هذه الفئه قد ايه؟ صح. 5% 3% 4%، مش معقوله نحرم بقيه ال 95% عشان في 3% هؤلاء الناس هم بيتوكلوا على الموضوع ده. احنا عندنا في مؤسسه المصري احنا بنعمل ايه؟ احنا لازم نتاكد ان الست دي فعلا فقيره تستحق انها تسدد عنها، لازم نتاكد ان الست دي فعلا سددت جزء من الدين وحصلت عندها مشكله ظهريه منعتها انها تكمل استكمال السداد، لازم نثبت لنفسنا وللمتبرع اللي بيتبرعنا ان هذه الست لا يوجد لها بد سوانا ان احنا نسدد عنها عشان نفك كربها. تمام. يعني استاذ اتفضل. في ناس فعلا بتتواكل، في ناس فعلا بتروح تاخد تعمل ملايات تعمل حاجه، بس ليها فئه قد ايه؟ 3% من اجمالي الغارمين اللي في مصر، من دي الفئه اللي هتمنعنا ان احنا نتبرع لهؤلاء الناس. صح. وكمان ربنا خلى مصرف من مصارف الزكاه 8 للغارمين، فده معناه ان فعلا الغارمين يستحقون السداد. اكيد. زي ما انتم بتساعدوهم يا استاذ عماد بالناحيه الماديه، يعني محتاجين كمان يعني توعيه بقى للناس اللي هم قبل ما يعني يدخلوا لا قدر الله وان هم يتورطوا في حاجه زي كده. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ عماد عبد الله مدير البرامج في مؤسسه المصري للتنميه والتعليم. احنا محتاجين يا جماعه زي ما بقول مش ان هم كمان يسددوا بس الفلوس، يعملوا توعيه يوعوا الناس دي، لان الواحد بيبقى زي ما رند قالت فخ الشراء ده بيبقوا داخلين عايزين يجيبوا ليه، وبعدين تتفاجئوا ان انتوا في السجن، فيعني ربنا يستر يعني عليك. دي حقيقه طبعا، وربنا يشفي كل الناس اللي بيبقوا غارمين او غارمات بسبب المرض او بسبب مرض حد عزيز عليهم. ربنا يشفي لهم كل حبايبنا كلهم وحبايبكم بعد الشر على كل حبايبكم.